طيب في سمعت انه من احد حتى والله المختصين، بس هذا الكلام قبل 6-7 سنوات، ممكن انه مختص او كذا، بس انا عشان انقل عنه بشكل جيد، يقول لك ما في اسباب واضحه لمرض السرطان، هل الكلام صحيح؟ لا ما هو صحيح، الاسباب العامه موجوده معروفه، الاسباب العامه اللي هو ذكرنا انه خلل يحصل في الحمض النووي وله اسباب. الخلل الحمض النووي عباره عن مجموعه من الجينات. الجينات يحصل لها عده اشكالات، لانه الجين يكون اصلا الانسان مولد والجين هذا مريض. يعني نقول هو مرض جيني؟ لا اصلا انا اقول لك الجينات ايش اشكال؟ الجين يدخل فيها. نعم. ففي في جين، احنا قلنا انه خلل في الحمض النووي، ففي جين يولد الانسان هو موجود غير سليم. وجين انت تاثر فيه انت الانسان، يعني تضر الجين هذا فيحصل انه يحصل فيه الخلل بسبب الاشياء اللي الانسان تفعل. عملها، مثلا التدخين، زياده الوزن. يعني هو موجود الفحول. بس انت اللي استفزيته، اخرجته، انت استفزيته، وبالتالي انت عرضته الى اشكال. في اشكال في بعض الجينات اللي تقاوم السرطان، يعني في نظريه تقول انه السرطان يحصل كل الانسان، وفي كل لحظة يكون في خلية تتحول لخلية سرطانية، لكن النظام المناعي لجسم الإنسان يستطيع أنه يعرف الخلية السرطانية هذه، أنه خلية خرجت عن السيطرة يرسل لها خلايا أخرى تسيطر عليها تخرجها خارج جسمه. فالإنسان أصلا في خلايا تائية مثلا، زي التائية، الخلايا المناعية مناعية. فإذا الإنسان صحته العامة سليمة وفي شاب وكذا، فعادة الجسم يقاوم ويستطيع انه اي خليه سرطانيه، اي خليه تخرج عن المسار يستطيع انه يحيدها. مضادات اكسده هذه تدخل فيها؟ لا، مضادات هذه من الاسباب اللي قد يقال انها تقوي المناعه، ولكن ليست صحيحه، ما هي دقيقه، ما هي دقيقه. طيب جميل. كذلك فبالتالي انه اذا الجينات اللي مقاومه السرطان سليمه، حتى الخليه السرطانيه لما تحصل يتم القضاء عليها، ولذلك نمثل عليها مثلا التدخين. نحن نعرف التدخين في 9 مواد مسرطنه، ليست واحده، 9 مواد مسرطنه يعني معروفه، وفي بعض المدخنين ما يحصلهم سرطان، ومو بعضهم، أنا أقول أغلبهم، يعني تقريبا ثلثينهم ما يحصلهم سرطان. ليش؟ لأنه الأنظمة الداخلية عندهم تقاوم السرطان، عندهم جينات جيدة. بعض الأشخاص مجرد ما يدخن سنة سنتين وجاله سرطان، لأنه جيناته المقاومة حقته ضعيفة. فبالتالي الأسباب فيها صعوبة شديدة، الأسباب العامة، لأنها عبارة عن خليط من الأسباب، أسباب المسرطنات المعروفة، التدخين والكحول وزيادة الوزن، سلوكية، أسباب سلوكية، والفيروسات والتعرض للإشعاع والتعرض للألترافايلت، وأسباب خاصة بالشخص. يعني الشخص النظام المناعي، في أشخاص نظام مناعي قوي جدا، أشخاص نظام مناعي ضعيف، بيولوجي، هذا سبب بيولوجي، وإنفايرومنت في البيئة اللي أنت فيها، في بعض الأماكن فيها بيئة معينة تساعد على حصول مثلا أعطيك مثال، سرطان الميلانوما اللي هو سرطان الجلد، كثير جدا في أستراليا، في نيوزيلندا، لأنه الأشخاص اللي في نيوزيلندا الله ما خلقهم من هذه المنطقة، هم أوروبيين، ها، لكنه نزحوا إلى منطقة لا تناسبهم، وبالتالي هذا أكبر سرطان عندهم. الأوروبيين ما هو مناسب لهم أجواء أستراليا، وبالتالي هذا المرض يحتاج إلى تطور جيني يعني حتى يعيشون زين. لا هو بعد يعني جيلين ثلاثة ممكن، يعني مثلا إحنا نقدر نعيش، اللي يسمونه دارك سكين، اللي إحنا اللي يعني الملونين، ما يجينا من النوم، نادرة جدا، نادرة جدا، بينما في الأوروبيين مثلا اللي هم أصحاب البشرة البيضاء، مجرد ما يجي الشمس يحمر ويحصل له السرطان. فأشياء بيئية، المقاومة في الجسم. أنا أمثل أحيانا مثل حادث السيارة، حادث السيارة قد يكون من السائق، من السيارة، من الجو، من الطريق، ثم لما يحصل حادث من الصعب جدا تعرف إيش السبب. وقد يكون سبب مرعى، قد يكون جوال، قد يكون نفسي، قد يكون نعس. الأسباب معروفة عموما، لكن لا استطيع ان اربط انه سرطان فلان بسبب شيء ثاني، لانه حتى كمان موضوع التسرطن يحتاج وقت طويل، يعني حتى تتحول الخليه السليمه لخليه سرطانيه تحتاج فتره لا تقل عن 10 سنوات حتى يحصل التحول. وحتى تظهر بشكل او باخر، لانه تحتاج مثلا الخليه حتى تنقسم، تحتاج اغلب الخلايا تحتاج الى 2-3 شهور حتى تنقسم خليتين، والخليتين تصير 4 و4 تصير 8 8 16 32 الى اخره، حتى تصل الى 1 سم مكعب انت تحتاج الى بليون خليه، بليون. هذه تحتاج وقت طويل، وقت طويل. وبالتالي صعب انه انا يعني اربط بين مسبب حصل قبل 10 سنوات
والسرطان يظهر لي الآن بعد 10 سنوات. حتى يتعرض مثلا القنبلة الذرية ما عندهم سرطان في فترة بعيدة يعني. في ناس يعني انحرقوا وانحصلوا، بس بعضهم لا جالوا سرطان بعد 15 سنة بعد فترة فتبدأ الدراسات تظهر والله مجموعة من الناس تعرضوا لشيء محدد، يبدأ أنه يعني احتمالات يدرسونه تاريخيا تبدأ موضوع الاحتمالات. يعني مثلا التدخين مثلا ما كان معروف أنه مسبب السرطان إلا بعد ما صار ظاهرة كبيرة. سرطان الرئة مثلا قبل 100 سنة ما كان معروف، ما يعرف ولا يشاهد، وفجأة بدأت تظهر الأعداد السرطان الرئة خصوصا في الدول الصناعية. فيش الشيء اللي كان موجود عند الناس تغير عادة التدخين، فبدأ الربط بين الثنتين، وجد في مواد مسرطنة وبالتالي صار. يعني هي دراسات ارتباطية أكثر من أنها تجريبية. لكن ما هي في بعض الفيروسات هذه قد تكون أدق، في بعض الفيروسات تسبب سرطان الكبد مثلا، سرطان مثلا فيروس الكبد الوبائي باو وسين أو الفيروس الحليمي، في بعض أنواع منه ليس كله. هذه معروف أنها تسبب أنواع معينة من السرطان، فيمكن الربط بينها.